السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في قناة يوميات منى بنت الصعيد. النهاردة والله بجد يعني انا ماليش نفس اصور معاكم، مش عارفة اعمل ايه، مش عارفة يعني اتصرف ازاي. وزي ما انتم شايفين طبعا ضحايا الجو السخن، 4 فرخات، 3 من الفراخ الجديدة، والفرخة دي فرخة ساسو من الفراخ اللي هي اصلا عندي. مش عارفة بجد والله اعمل لهم ايه، ما باليد حيلة. يعني المفروض اني انا اظبط السطح و مش عارفة اعمل ايه، مش عارفة بجد والله اعمل ايه. يا رب انت عالم بحالي، يا رب يسر لي اموري، يا رب ارزقني من وسع علشان خاطر الغلابة دول. والله مش عشان خاطري انا، علشان خاطر الارواح دي اللي ملهاش ذنب في اي حاجة. بجد والله ما نفسيش اي على اي كلمة. لايك وشير كتير بقى للفيديو علشان الفيديو ينتشر. والله يعني بصم، عايزة اقول لكم على حاجة، ان الفراخ ما شاء الله يعني كلها نشاط وحيوية. بصم شايفين، باجي مرة واحدة كده بنزل اشوف شغل البيت تحت وارجع اطلع تاني على السطح الاقي المنظر اللي انتوا شايفينه ده. مش عارفة في ايه بقى. بجد والله العظيم حرفيا انا مش قادرة اتكلم، مصدومة من المنظر. والله انا مش زعلانه، انا مش زعلانه على الفلوس ولا على خساره ولا على اي حاجه. انا بس اللي مزعلني اني انا مش عارفه اعمل لهم حاجه، يعني هي دي الفكره. بس اللي مزعلني بجد والله اني انا مش عارفه اعمل لهم اي حاجه، مش عارفه الحقهم ازاي. بجد يعني المفروض اني السطح عايز شغل، وانا بجد يعني مش عارفه اعمل ايه. مفيش فلوس، مفيش فلوس خالص، يعني اني انا اجيب ستار واجيب كده واظبط السطح عشان احميهم من الشمس. مفيش بجد يعني الصراحة معايا اي فلوس. يدوب والله انا عملت المكان اللي انتوا شفتوني بيتهم فيه كده، يعني بمجهودي بس مش اكتر. بجد يعني انا بصراحة تعبت نفسيا من الموضوع ده، ومش هقدر اكمل معكم والله حرفيا الفيديو. ومش حابة الصراحة اني انا اقول لكم طاقة سلبية خالص من الفيديو، فيعني اعذروني بقى اني انا مش هقدر اكمل معكم الفيديو. هاخد بقى الفراخ او كتاكيت اللي ماتت دي وهرميها خلاص، واستعوض ربنا طبعا فيهم، والحمد لله طبعا على كل حال. وربنا طبعا يعوضني من مكان تاني يعني. وبجد والله زي ما قلت لكم انا مش زعلانه خالص على الخساره، بجد يعني انا زعلانه على الارواح دي اللي انا مش قادره اعمل لها اي حاجه. الموضوع يعني الصراحه خارج عن سيطرتي خالص، يعني مش عارفه اعمل لهم ايه والله. وبجد يعني الموضوع تعبني نفسيا، يعني تعبني نفسيا ان انا والله العظيم زي ما قلت لكم اغلب الوقت انا بقضيه طبعا معاهم على السطح علشان اشوف لو في حاجه كشه، لو في حاجه تعبانه بنزل على طول بالخلطات اللي انتوا بتشوفوني دايما بعملها. وهم ما شاء الله الحمد لله ما فيهمش اي حاجه كشه، يدوب حتى اللي بتكش ما بتكملش نص ساعه وبلاقيها على طول ماتت، يعني بدون سبق انذار. فيعني قلت استحاله تكون فيروسات. فطبعا ده بالتاكيد ان هو من درجه حراره الجو العاليه، علشان طبعا ما فيش خالص طبعا مكان يحجب الشمس عنهم. والله وبياكلوا ما شاء الله وبيسحبوا في الاكل زي ما انتم شايفين. طبعا الاحجام كويسه، هم في كتكوتين بلدي وكتكوت ابيض وكتكوت الساسو ده الكبير. وعايزه الفت نظركم بقى الحاجه، ان الكتكوت لما بيموت بلقى الكتكوت كله نمل. انا مش عارفه ده ايه. لحد هنا طبعا الفيديو يكون خلص،
ومش قادرة والله بجد يعني انا اكمل 10 دقايق معاكم او اكمل الفيديو. كنت معاكم حنان سيد من يوميات نونا بنت السعيد. اتمنى طبعا لايك وشير للفيديو كتير، وترفعوا لي طبعا الفيديو علشان كل الناس تستفيد بالفيديو. واللي اول مرة طبعا يشوف قناة يوميات نونا بنت السعيد ينزل تحت الفيديو يعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. واللي حابب طبعا يدعمنا دعم مادي في سوبر سانكس تحت الفيديو بالمبلغ طبعا اللي انت تقدر عليه. اول طبعا ما حدوس على سوبر سانكس. ايه سوبر سانكس دي يا حنان؟ دي طبعا كلمة مكتوب علامة كده مكتوب تحتها تشكرات، تمام كده. هي دي طبعا الدعم المادي للفيديو والدعم المعنوي طبعا للفيديو اللي هو اللايك والشير. مع السلامة يا اخواتي، كنت معكم حنان سيد من يوميات من نبات السيد.